حياكم الله مشاهدينا من جديد، وإلى أولى استضافات أمسيتنا لليلة، حيث نظمت دائرة الأشغال العامة مبادرة تعزيز قيم الدائرة بين الموظفين، وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة المصاحبة التي تعزز هذه من مبادئ بين الموظفين. لنتعرف أكثر حول هذه المبادرة يسعدنا أن تكون معنا عبر هذا الاتصال المرئي المهندسة هند مكرب ناصر، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة في دائرة الأشغال العامة. حياك الله سعادة المهندسة، يعطيكم العافية على ما تقدموه من جهود مشكورة لتعزيز هؤلاء الموظفين. مشكورة عزيزتي على هذه الاستضافة، نشكركم في دائرة الأشغال العامة لإتاحتنا الفرصة لنا لعرض هذه المبادرة. بالتأكيد سعادتك. تحدث في البداية المهندسة عن هذه المبادرة اللي هي تعزيز مثل هذه القيم مع الموظفين مع هذه الجائحة ومع فترة التعايش كذلك مع هذه الجائحة. مبادرة تعزيز القيم جاءت نحن في عام 2019، أطلقت دائرة الأشغال العامة خطتها الاستراتيجية الثلاثية للعام 2019 و2021 برؤية إعمار حضاري مستدام. فجاء مع هذه التحديث للخطة، وهي كانت هاي خطة التحديثية كانت في خطة سابقة من 2015. في التحديث حدثنا قيم المؤسسين للدائرة، وهي كانت عبارة عن 6 قيم: قيمة المشاركة، الابتكار، التميز، التركيز على المتعاملين، الحوكمة والمسؤولية. وحتى لا تكون هذه القيم مجرد شعارات تعلق على لوحات أو فقط تكتب في كتيبات، ركزنا أو اقترحنا نحن بمركز التخطيط الاستراتيجي والجودة أن نعمل مبادرات كل سنة، نعمل مبادرات لتعزيز هذه القيم، حتى أن على جميع الموظفين أن يعملون بدائرة الأشغال بروح هذه القيم. صحيح. وكانت السنة الماضية عملنا، كانت لكل قيمة شهر كامل، سميناها مبادرة سفراء القيم. لهذا السنة عملنا تعزيز القيم المؤسسية، وارتئينا ان نطلقها خلال هذه الفتره، ان فتره العمل عن بعد، ارتئينا ان على جميع الموظفين ان يعززون عملهم بقيم الدائره، يعني يعززون قيمه المشاركه والابتكار والتميز في عملهم، وان يركزون على المتعاملين ويكون عندهم مسؤوليه، وطبعا هذا كله راح يكون في حوكمه من قبل الادارات. فكانت هذه يعني الفكره الاساسيه للمبادره، هي تعزيز هذه القيم عند موظفين الدائرة. بالتأكيد المهندسة، كذلك قمتم حتى الآن بعدد من الجلسات والفعاليات خاصة ب3 قيم، نتحدث أكثر عن هذه القيم وكذلك ما تحمل من وحدة وكذلك معاني وقيم أيضا. نحن أطلقنا هذه المبادرة بداية في شهر يونيو، فأخذنا كل قيمة في أسبوع. فمثلا بدأنا بقيمة المشاركة، وهي تعنى ببث الطاقة الإيجابية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة مع كافة الفئات. جاءت خلالها عملنا كثير من الفعاليات، المسابقات وجلسات حوارية مع الموظفين، يعني مثلا جلسة قيمة المشاركة، عملنا مثلا جلسات بين موظفين الدائرة أن يشاركونا خبراتهم وتجاربهم، مثل الأعمال التطوعية أو خبراتهم خلال فترة عملهم بالدائرة. وكان في جلسة أخرى أيضا المرأة، العمل المرأة في ظل جائحة كورونا، استضفنا فيه موظفات الدائرة، وكل موظفة يعني استعرضت معنا طريقة العمل وكيف كان عملها عن بعد كأم وكموظفة. أيضا كان في جلسة حوارية عن كيف الأشغال من بعد جائحة كوفيد-19، فكانت جدا الجلسات مثرية واستفادوا منها كثير الموظفين، وعززنا فيها قيمة المشاركة بين فئات الموظفين المختلفة. الأسبوع اللي بعده عززنا قيمة الابتكار، طبعا الابتكار هو في الدائرة احنا ركزنا على استدامة الابتكار والتحسين المستمر في العمل لمواجهة أي تغييرات وتحقيق الصدارة في العمل. عززنا الفكرة أو عملنا كثير من الفعاليات والجلسات اللي حبينا أن نأكد فيها أن الابتكار ليس فقط في مجال التكنولوجيا أو المجال التقني، الابتكار حتى في عملياتنا، الابتكار هو الحاجة للتغيير. نحن في هاي فترة العمل عن بعد احتاجنا نغير طريقة عملنا، نغير كثير من معاملاتنا تحولت على
العمل عن بعد، يعني عملنا أونلاين سيرفيسز، فكثير ابتكروا الموظفين في إنجاز عملهم. وأيضا عززنا القيمة الثالثة اللي هي كانت قيمة التركيز على المتعاملين. إحنا في الدائرة نركز على العمل بشفافية واحترام وإنصاف لجميع المتعاملين، ونأكد على تقوية العلاقات بين جميع فئات المعنيين عندنا. فكان أيضا خلال هاي الفترة عملنا كثير من حملات التوعية للموظفين كيف إحنا ممكن نتعامل أو نتعامل مع كل متعاملينا، وكيف نتصرف في مواقف معينة. جميل. وماذا عملت الدائرة خلال هذه الفترة؟ في الأسابيع الجاية راح نعزز الثلاث قيم الأخرى، اللي هي قيمة التميز وقيمة المسؤولية وقيمة اللي هي الحوكمة. جميل جدا. سعادة المهندسة، كيف كان أثر هاي المبادرة على الموظفين؟ كيف كان صداها معهم؟ الحمد لله كانت المبادرة، يعني خلينا نقول، جاءت في وقت جيد للموظفين. احنا دائرة الأشغال طبعا مع جميع الدوائر، مثل جميع الدوائر في الشارقة، اشتغلت يعني بدأت العمل عن بعد. خلينا نقول الموظفين ابتعدوا عن بعض، ما كان في فعاليات تجمعهم مع بعض. فهذه الفترة لما أطلقنا هالمبادرات وقاموا الموظفين يدخلون عبر البرامج التواصل عن بعد، كثير موظفين قالوا لا، يعني جت في وقتها، وفعلا المبادرات هذه طورت من بعض المهارات عندهم. فكان جدا صداها جيد، وكثير كان في مشاركة، يعني تفاجأنا بالمشاركة الكبيرة وفئات مختلفة يعني من الموظفين. جميل جدا. يعني كيف برأيك يعني أهمية مثل إقامة هذه الفعاليات بين الموظفين لدعمهم كذلك على تميزهم والابتكار فيما يعني يخص العمل نفسه؟ نعم، هي هذه الفعاليات بين فترة وفترة تكسر روتين العمل. يعني الموظف يعمل بطريقة معينة، لما تيجي مثل هالفعاليات ويشارك فيها وما تاخذ من وقته كثير، يعني ما ناخذ من وقت العمل الرئيسي مدة كثيرة، فتكسر روتين العمل وتغير طريقة تفكيرهم. لما الموظف يسمع ان في موظف ثاني يؤدي هاي الطريق العمل بطريقة الفلانية، او يشوف بعض الفعاليات، او ممكن نسوي لهم بعض المسابقات، تكسر الروتين وتشغل عندهم التفكير الإبداعي، تفكير العمل أو إنجاز العمل يفرق عندهم. صحيح. سعادة المهندسة، كذلك أقامت الدائرة أيضا جلسات العصف الذهني لمناقشة خطة الدائرة بعد أزمة كوفيد-19. نتحدث عن فكرة هذه الجلسة والنتائج اللي ترتبت عليها. نعم، نحن نعرف أن خلال هالفترة يعني فكرة التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز راح تتغير. ونحن فكرة هذه الجلسة، يعني لما نحن نتصفح وشفنا أن سمو الشيخ محمد بن راشد أعلن في حسابه على تويتر أن واقع العمل سيتغير، طريقة العمل لابد أن تتغير، والعالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة لأنه سيكون مختلفا. من هذه الفكرة نحن سوينا جلسة حوارية شملت فئات مختلفة عندنا من الموظفين في الدائرة، فيها مدراء وموظفين وفنيين وتقنيين، جمعناهم كلهم لمناقشة عدة أشياء. نبي نناقش كيف دائرة الأشغال راح تعمل بعد هالأزمة. يعني في خلال هذه الجلسة كان في ثلاث مراحل، ناقشنا مرحلة ما قبل أن هاي الأزمة، ومرحلة التعايش مع الأزمة، ومرحلة ما بعد الأزمة. تناولنا خمس محاور، اللي هو محور الموارد البشرية وكيف إدارة الموارد البشرية راح تهتم في هذا العامل، محور بيئة العمل وكيف أن دائرة الأشغال كيف راح تجهز لبيئة العمل، يعني كثير إجراءات احترازية خذتها الدائرة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين للعودة، والتحول الرقمي. وناقشنا أيضا موضوع القيادة وتوجهاتها، وطريق كيف راح نحقق الأهداف اللي أصلا الدائرة راسمتنها. فكثير طلعنا بكثير أفكار من الموظفين خلال هذه الجلسة، وكانت كلها تصب في مصلحة أن كيف الأشغال راح تكون ما بعد كوفيد-19. إن شاء الله. سعادة المهندسة عفوا، نحن الآن في فترة التعايش مع هذه الجائحة، فترة عودة كذلك الموظفين إلى مقار عملهم، كيف يعني حسيتوا مثلا مع بداية أول أسبوع تقريبا لعودة الموظفين توظيف هذه القيم اللي تدربوا عليها الموظفين طوال العمل عن بعد، وكذلك اكتساب مهارات وقيم أخرى للعمل مع هذا العمل، وتوظيفه كذلك للخروج بصورة أفضل وبشكل مميز بعد هذه الجائحة؟ كما قلنا القيم كانت فكرتها ان نعزز قيمه، مثل ما قلنا احنا عززنا قيمه المشاركه،
كيف احنا نشارك الافكار مع بعض، كيف نتشارك في انجاز هذا العمل. فهذه القيمة اضافت للموظفين كثير، يعني كل موظف يسأل الثاني، ممكن نساعد بعض في العمل. في ايضا القيمة اللي هو التركيز على المتعاملين. اليوم انا لما ارجع لعملي اهم شيء لازم اركز على المتعاملين اللي يتعاملون مع دائرة الاشغال. المتعاملين ممكن يكونون موظفين داخليين وممكن يكونون الخارجيين اللي يتعاملون مع الدائرة. فالموظف لازم يتعامل معهم بشفافية ويراويهم. يعني كثير احنا من العمل تغير، مثل ما قلنا الابتكار ما كان فقط في المجال التقني، احنا عندنا في الدائرة في الفترة السابقة كان في ابتكار في طريقة إنجاز المعاملات. يعني في معاملات كانت تستوى بطريقة تقليدية، هالفترة الموظفين لا ابتكروا فيها أن لا ممكن هذه الطريقة تنحل أو تستوى هاي الخدمة بطريقة ثانية. فالموظفين الحمد لله رجعوا سموثلي بطاقة الحمد لله جدا إيجابية وبرغبة لإنجاز العمل. وأنا يعني الحمد لله رأينا أن قيم الدائرة جدا متعززة في الموظفين. اي موظف، يعني احنا كثير من الاماكن لما تروح تسال ما هي قيمكم المؤسسيه يمكن الموظفين مو عارفينها. الحمد لله اليوم نسال الموظفين تعرف شو هي القيم المؤسسيه لدائره الاشغال، كيف تعمل بكل قيمه. الحمد لله جدا الرؤيه واضحه عندهم، وان شاء الله دائره الاشغال تسعى لعطاء المزيد والمزيد، وراح نتطور ان شاء الله ونتعدى من هذه ان الازمه. شاء الله باذن الله. سعاده المهندسه عفوا، ذكرتي ان هناك في كان مشاركه كذلك للموظفين لمناقشه الخطط، ما اهميه اشراك الموظفين في مثل هذه الامور؟ مشاركه الموظفين، دائما الموظفين لما نشاركهم في مثل هذه الامور يحسون انهم جزء من صناعه القرار في صحيح. الدائره. ودائره الاشغال دائما يعني في هاي الامور في القرارات وفي الامور هاي دائما تشرك الموظفين. عندنا كثير فكرة العمل الجماعي، عمل لجان، عمل جماعي، إشراك الموظفين مثل هالجلسات جدا احنا دائرة وايد اوبن فيه. فإشراكهم يعني دائما هم كثير عطوا أفكار، باكر هذيل الموظفين لما بيشوفون أن الأفكار اللي هم طرحوها موجودة وتطبقت كثير راح يشعر بأن صوتي مسموع، راح أقدر أعطي زيادة. صحيح. مدام انا شاركت وسمعوا بافكاري خلاص ممكن انا اعطي اكثر، فتحفزهم للعطاء اكثر ويحسون انهم جزء من هذا القرار في الدائره. بالتاكيد. سعاده المهندسه، كلمه اخيره يعني بنختم فيها هذا اللقاء المميز اللي تقدميها تقريبا لمشاهدي برنامج اماسي وكذلك موظفيكم في دائره الاشغال، للعوده ان شاء الله الى مقر عملهم بالسلامه ان شاء الله وبالتميز والابداع. مشكوره. نشكر في الختام تلفزيون الشارجة لإتاحة المجال لنا للحديث عن هذه المبادرات. الله يخليك، واجب. وأشكر صراحة القيادة عندنا في الدائرة اللي إتاحت الفرصة وتعطينا الحرية أن نحن نبتكر ونقدم كل المبادرات هذه لموظفينا. دائرتنا جدا دعمتنا وكل الموظفين إن شاء الله شفنا عندهم روح المبادرة، والموظفين جميعهم عندهم روح عندهم فكرة ان احنا رادين ان شاء الله وبنعطي اكثر، وراح نعطي يعني بطريقة مميزة ان شاء الله. احب اتمنى للجميع جميع الموظفين السلام ان شاء الله، ونشكركم على هذه الاستضافة. الله يخليك، بالتوفيق لكم ان شاء الله. إذن المهندسة هند مكرم ناصر، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة في دائرة الأشغال العامة، شكرا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق لكم ان شاء الله. مشكورين، يعطيكم العافية.